بديت عملي في ما كنت أنا عمري 14 سنة ويا الوالد الله يرحمه، وكان تركيب تسليك الماء كان أول مرة يصير يعني، فكان بدائي الشغل يعني بيبات الحديد وكذي، فتطورت الشغلة إلى النحاس ومن ثم إلى البلاستيك الحين البيبات. اي فهذا الاشياء هذه يعني لقيت تقدير من الصندوق وتقديم للطبق الخيري اللي قام فيه مولد الامام المنتظر عجل الله فرجه.